طيب، الغسيل الأول لراحة اليد بفركهم مع بعض وببدأ أغسل كل أصبع على حدة بالطريقة دي مع عناية خاصة للأظافر والأصبع الثاني مع عناية خاصة للأظافر والأصبع اللي بعده والأصبع اللي بعده. إذا حسيت إنه الصابون تقيل ممكن أخففه عشان ما ينشف على جلدي، وأجي راجع عليه بين الأصابع وظهر اليد بالطريقة دي، وأدعك يا جماعة أو أفرك فرك حقيقي، وبعد ده حأمشي للساعد وفي حركة شبه دائرية وغسيل حقيقي، وأخفف الصابون وأمشي لليد الثانية أصبع أصبع، وعناية خاصة للأظافر وعناية خاصة للأظافر، بعد ده أجي لي بين الأصابع وظهر اليد وفي حركة دائرية لحد مفصل الإلبو. في طرق أخرى لغسيل الأظافر والعناية بها أثناء الغسيل بالطريقة دي كده. بعض الطرق أو بعض الكتب ده نوع من العناية بالأظافر، عشان أغسل إيدي غسيل روتيني في معظم الأحيان أنا بكون عايزة أتخلص من العدوى، فبغسل وإيدي إلى الأسفل باستخدام الماء فقط، يعني يدي ما بستخدمها لغسيل اليد الثانية، فهأمشي مع الموية وأحرك إيدي، الموية هي تغسل بدون ما أستخدم يدي الثانية، وزي ما شايفين أنا غسلت يدي البعيدة في الأول من الزولة بكوبالي الموية عشان ما ألوثها باليد الثانية أثناء الغسيل. وكده أنا غسلت غسيل إيدي بيكونوا إلى أسفل، وإذا عندي فوطة نظيفة بنشف بها إيدي، وإذا ما عندي فوطة نظيفة الأفضل إنه أخليهم ينشفوا بالهواء، يعني فوطة مستعملة قبل كده الأفضل إن أنا ما ناشف. طيب، الفوطة بتاعتي أنا بقسمها لأربعة وبستخدمها كأنها فوطتين اختصارا لشنو؟ للموارد بتاعتي، لأنه أنا ما بتوقع يكون عندي عدد كبير من الفوط، فبقسمها لأربعة وبنشف في نفس اتجاه الغسيل إلى أسفل، يعني أول حتة غسلتها بنشفها في الأول وإيدي للأسفل، طيب الجنبتين دي خلاص بقليناد، هأقلب الفوطة بالجنبتين التانيات وحنشف اليد التانية في نفس اتجاه الغسيل للأسفل. تجفيف اليدين بيسهل لبس الجوندات بسرعة وبيقلل الميكروبات وبيحمينا وبيحمي الأم من العدوى. طيب، قبل غسيل اليدين الجراحي لازم أنا ألبس الكمامة بتاعتي بالطريقة دي، الشريطين الأعلى بيكونوا أسفل الرأس، والشريطين الأسفل بيكونوا أعلى يشكلوا لي كروس، ولازم أربطهم بطريقة يسهل فكها لما نخلص.
زي ما قلنا بنلاحظ انها بتعمل لنا زي كروس او علامة صليب من الجنبة، والربطة دي بتخلينا مرتاحين مع الكمامة لو اتلفتنا يمين او يسار، لو رفعنا راسنا او نزلناه هي بتكون مريحة في العمل. الخطوة اللي بعدها أنا هعمل رغوة كافية، وممكن كمان أحتفظ بالصابونة إذا حسيت إنه الرغوة ما بتكفي شوية موية. ممكن أحتفظ بالصابونة إذا حسيت إنه الرغوة دي ما كفاية بالطريقة دي، ودي عناية خاصة للأظافر. ظهر اليد بين الأصابع، بعدها في حركة دائرية لحد أكبر، وأعمل رغوة تانية لليد التانية، وهنا بغسل الصابونة. كل أصبع على حدة مع عناية خاصة بالأظافر. يعني الأصابع ظهر اليد في حركة دائرية وغسيل حقيقي. طيب، في طرق أخرى لغسيل الأظافر والعناية بها أثناء الغسيل بالطريقة دي كده. بعض الطرق أو بعض الكتب ده نوع من العناية بالأظافر. طيب، لغسيل اليد الروتيني أنا بغسل يدي من أعلى عشان جسمي يكون بعيد من أي عدوى، بغسل يدي من الأسفل. زي ما شايفين انا ما استعملت ايدي الاثنين في الغسيل، كل يد على حده والمويه هي اللي بتغسل. في البدايه ببلل الايدي بنفس الطريقه، بعدين عايزك تفتح يدك وتديني وان استريم، اعمل رغوة كافية تنمو شوية. غسل الصابون التحتي. في الغسيل الخاص زمن الغسيل بيكون أطول عشان أخلص من أكبر قدر من الميكروبات. إذا ما كان عندنا الفرشة غسيل الأظافر لما نكون بنغسل غسيل خاص، لكن لقوا بالبحث إنه الفرشة دي ممكن تعمل خدوش أو جروح صغيرة في اليدين وبتخلي القابلة عرضة لدخول العدوى. ندي العناية أكثر لي أوكي. شوية موية، لو حسيت إنه الصابون تقيل خففيه بالموية عشان بعدين ما ينشف في جلد جسمي. نفس الطريقة قلنا لغسيل الأظافر أو الطريقة دي. طيب.
عشان اغسل ايدي من الصابون بغسل اليد البريدة في الاول. خليني ساقطة يا زلمة. خلي يديكنا اغلى عشان لو نزلتها انا عايزة انضف حتة تكون اطراف اصابعي. إذا حسيت إنه في صابون حابدأ تاني من الأول، لكن أهم ما في الأمر إنه يدي تكون لأعلى، وأصبر على الصابون، أصبر بس بالراحة لحد ما كل الصابون ينزل.